الله يبارك فيها. ديال السنة نمشيو للكلاص ديال الفريز ياك. واخا اييه. عندنا فيه واحد الكلاص فيه ثلاثة ديال الصفر البيض. اها. كاس ديال سنيدة. اييه. نص كاس ديال الماء. نص لتر ديال لاكخيم فاش هذيك اللي كتكون في العلبة هذيك ديال الإطرو. كناخدو منها. كتكون في الكرتونة. كناخدو نص معلقة ديال الروح ديال الفرومبواز. هذا الروح ديال الفرومبواز ملي كيتخلط لينا مع لي كلاص كيجي في النكهة ديال الفريز. انا كنفضل ان الحاجة اللي كتكون فيها الفريز كنخدم بالروح ديال الفرومبواز، سواء في لي كيك سواء في لي كريم سواء في كل شيء في لي كلاص كل شيء كنخدمو بهذا الروح ديال الفرومبواز. عندنا واحد الرابعة ديال الفريز مطحون ومطفي كنخلطو معاها واحد اليوغورت بالنكهة ديال الفريز. نعاود المقادير لسنة. تفضلي. عندنا ثلاثة صفار البيض، كاس ديال سنيدة، نص كاس ديال الماء، نص إطرو ديال لاكخيم فخيش، نص معلقة ديال روح ديال الفرومبواز، ربعة ديال الفريز مطحون ومصفية كنخلطوها مع واحد اليوغورت ديال الفريز. في الأول كناخدو كاس ديال الماء، كاس ديال سنيده مع كاس ديال الماء كنديرو في واحد الكاسرونه حتى كيغلى حتى كيبدا يتقال وكيتذهب اللون ديالو ياك. عاد كناخدو داك الصفر البيض كنخويو عليه هاد السيره شويه بشويه بحال الخيط وحنايا كنطربو بالطراب عرقه ديال لاموس، يعني كنديرو شويه بشويه وحنايا كنطربو بحال الخيط حتى كنساليو داك السيره وحنايا كنكملو في الطراب، يعني حتى كيولي عندنا واحد الخليط ابيض ديال الصفر البيض وداك السيره. من بعد كنزيدو داك الخليط اللي عندنا ديال الفريز، عندنا قلنا عندنا ربعة ديال الفريز مطحونة وكنصفيوها وكنزيدو فيها هذيك النكهة ديال دانون بالنكهة ديال الفريز وداك النص روح ديال هذا ديال الفرومبواز كنخلطوه في الأول كامل، عاد كنزيدو على الخليط ديال البيض وحنايا كنطربو 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 حتى كيطلع لينا مزيان. عاد باش كنزيدو ديك نص إطرو ديال القشدة طارية اللي كنا طربنا من قبل حطينا في الثلاجة، يعني كنطربوها في الاول وكنحطوها في الثلاجه حتى كنساليوها التخلاط ديال هاد العناصر الاخرى، عاد كنضيفوا ديك القشده الطريه شويه بشويه وحنايا كنطربوا غير بدرجه خفيفه في الباتور كنطربوا حتى كنساليو وكنديروا في البواطه ديالنا وكنحطوا في المجمد. وفي الطريقه ديال التقديم انا كنفضل دائما بالطريقه اللي كنت قلت لكم لها سناء ديك الكريت مكمله. نعاودها اييه واخا يكون احسن نكملوا التزيين ديال الكلاص. السيده لي كريب اللي كيصدقوا ليها كديرهم عاديين كيكونوا حلوين بطبيعه الحال، وكتهز دوك لي غامكان ولا غير التليفات اللي كيدخلوا ليها الفران كتفرش فيهم ديك لي كريب من الوسط من الداخل وكتدخلهم الفران، ملي كتدخلهم الفران سخون كطفي عليهم في الفران كتخليهم كتنساهم حتى كيبرد عليهم الفران كتهزهم، راه ملي كتحيدهم دوك التليفات كياخذوا ديك لافون ديال الدلافا يعني كيبقاو لينا بحال طويصات هكايا، وكنديرو دوك لي بول ديال لي كلاص ولا اي حاجه بغينا نعمرو بهم. هاد لي كلاص انا كنديرهم بحال هكا وكندير له دي فيلي محمره كيجي كيتواتى مع الفريز. تزيين مختلف تبارك الله عليك. الا نعيمه.